مساء الفل او صباح الفل، ازيكم؟ كويسين؟ طيب، انا الاغنيه دي اشتغلت عليها مع واحده صاحبتي قوي 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 عليها. هي اشتغلت عليها اكتر من ناحيه الكتابه وانا من ناحيه المزيكا. والفكره بتاعت الاغنيه هي رد فعل للصوت اللي في دماغي وفي دماغها وافتكر في دماغ ناس كتير، كأن هدفه الأساسي هو إن هو يحطم ويدمر، بيحلل كل حاجة، فمش بيسيب قوي مكان لحاجة تتبني. فلما وصلنا للقاعة مع الصوت ده أنا وعليا قررنا إن احنا نكتب الأغنية دي. والصوت ده في الأغنية اسمه جوني. الكون كله محصر بالوجود.